كم أحب أن أرانا من بعيد. من أي زاوية في العالم ترانا أرض الشرق ورجال الشرق وأفعال الشرق. يروون في تلك البلاد البعيدة عن قائد يمشي بلا ركب ولا حراس. بهي وحده، كريم وسط الناس، عن قائد يتوقف بسيارته من أجل طفلة تبكي، يمسح دمعها ويحضر أهلها. عن فارس يبدو وكأنه قادم لتوه من كتب الأساطير، حفي بالكبير رحيم بالصغير. ذلك هو سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حصن المكارم والطيبات، حلم تفسر في أرضنا بالنور والبشريات. أنا أخوكم محمد، بيبقى مثل ما تعرفونه، وإن شاء الله ربي يوفقنا لما فيه خير البلاد وهلا. مبروك يا طويل العمر، على بركة الله. تباهى مايو ما أرد، لا تقل مجددا إن حجرك الزمرد وزهرتك زنبق الوادي، قل أنا شهرب خالد. في الرابع عشر تسلم القائد راية الإمارات، إذن فلتختل على الشهور وعلى الأيام إن استطعت والسنوات. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قائد استثنائي ورجل محبة وسلام، سيدنا وحصننا وقائدنا في رحلة الأيام، نعرفه ويعرفنا، ونعلم إنه يحملنا في القلب، ويعلم إنه فينا يجري مع الدم في كل شريان. عهد جديد ووجه عيد، لكننا كما اعتدنا لا ننسى من مضوا، لا نغادر من مهدوا الطريق، هم معنا في الرحلة ثريات نور، غادرونا لكنهم سكنوا الصدور. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، امضي سيدي، لن نسل في أي درب، كلنا في السلم سلم، كلنا في الحرب حرب، كلنا للوطن جيش، كلنا في الصدر قلب. سيدي ذاك القلب أنت، أنت روح، أنت عمر، أنت حل كل صعب، أنت حصن في الشدائد، ولا تشلون هم، معك نعبر كل خطب، أنت يا عز البلاد، ضوءنا في كل درب. حفظ الله بلادنا بالعز والأمان وأدام عليها الخير والسلام.